موجة غلاء الأسعار وغياب السيولة النقدية دفعت بقطاع كبير من الليبيين إلى التفكير بالتخلي عن سنة الأضحية لهذا العام، حيث يفضل رب الأسرة التعويض عن شات العيد ببعض الألعاب وربما النسحة لأطفاله لهذا العام. تشهد الأسواق حالة تباطؤ، ويشكو التجار والمتسوقون على حد سواء من تأثير أزمة السيولة طويلة الأمد في البنوك. تاجر بروحه والمربي بروحه، نحن ناخذه في المربيين هذا بكلفه واجد، حولي كيف ما تقول بعد يربي الحولي بمقريس واحد بالالفه على اسعار الالفه، حتى هو مسكين ماهوش طالقه بالسهل باش يجي التاجر كيف حالاتنا احنا يجي ناخذه منه ب 11، باقل حاجه تبي تحط عليه 100 حولي، يعني كان خذيتها منه ب 11 ولا ب 12 بتحط عليه 100 150 كتاجر، المواطن مسكين ما يحصلش. تجار الأغنام بدورهم قالوا إن الأسعار هذا العام مرتفعة بالنسبة لقدرة المواطن العادي، وكذلك الحد المالي المسموح له بسحبه شهريا من البنك، كما أن هذه الأسعار نتيجة لتكلفة التربية الغالية، إذ تصل الأسعار حاجز 1200 دينار. لقيت السعر الوطني غالي، وجينا نشوف سعر المزقري هذا زي الأسباني، ما قلناش حتى قلنا مش متناول الجميع، غالي يعني في دورة 650-700 وصل 800 أو أكثر، وإحنا مرتبنا في 785 ما يجيش يعني، وعندنا يعني ارتباطات أخرى زي مثلا أجار بيت وكذا والتزامات أخرى. وإلى جانب الأضاحي، يتوقع الأطفال الحصول على هدايا مثل ألعاب وملابس جديدة في كل عيد، في حين يتم شراء الحلويات الشرقية التقليدية للأسرة للاستمتاع بها، الأمر الذي يرفع فاتورة العطلة. نظرا للظروف اللي مر بها الدولة من جائحة الكورونا ونقص السيولة فكان في العيد الأضحى هدايا المبارك، كانت الناس تقبل على الهدايا في سابق الأعياد الماضية، كانت تقبل على الهدايا وعلى الألعاب، فنظرا للظروف المرة بها الدولة هذه كان يعني السوق أصبح ضعيف جدا في الفترة هذه مقارنة بالأعوام الماضية، يعني ما فيش سوق يعتبر نهائي. أمر أوقع رب الأسرة بين خيارين لإسعاد عائلته، ويترتب عليه اختيار ما يمكن تحقيقه بينهما.